اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده من برنامج اسال مع ميره. حلقه ان شاء الله تكون مفيده وتفيد ناس كتير جدا. والنهارده فرحانه جدا ان احنا معانا ملكه الانشورنس استاذه مادلين ماتا من بنسلفانيا ستيت فارم. اهلا بحضرتك يا فندم. هلا يا ميره، الحمد لله. ازيك؟ انا كويس وحشتوني جدا 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 حقيقي. قد ايه بحب كل واحد بيشتغل معاكم في القناه. احنا كمان بنحبك. عزم على عزم الحقيقة. شكرا. انا عايزة اعرف انت حرمانة منك ليه وبقالك فترة كتير مش بتيجي ليه؟ الكورونا، هقول لك ايه، الكورونا مخلي كل الناس مدفونة. بس انا تحت امركم حبيبتي، معلش الواحد بيتزاحم بحاجات وبيبقى مسؤول بحاجات يعني، بس انا تحت امركم. احنا ما نستغناش عنك ابدا استاذة مادلين، وكتير كانوا بيسألوا عليكي وعايزين، بقالنا فترة ما اتكلمناش على انشورنس، وعارفين ان في كل شوية زي ما قوانين جديدة بتطلع في مجالات كتير برضو الانشورنس في قوانين جديدة بتطلع، وانتي طبعا اكتر واحدة تقدري تفيدينا. عايزة اعرف كل تغييرات جامدة قوي قوي قوي، وحاجات اصعب بالنسبة للريتس بتاعت الانشورنس. للأسف لما كل حاجة بتغلى الانشورنس هيغلى برضه في حاجات، لأنه بيبص لها البنزين بيغلى، يبقى البارتس هتغلى، الليبر هيغلى، يعني هيأثر في حاجات كتير جدا. بس اللي عنده جود كريدت دلوقتي للأسف بيستعملوا الكريدت في كل حاجة بيدوا عليها ريت. الكريدت هيبقى بيج بيج ايشو في كل حاجة هنعملها في حياتنا. فياريت انا يعني بقول لكل واحد بقدر الامكان نخلي الكريدت بتاعنا كويس، بقدر الامكان ندفع في وقتنا، حتى لو مش قادرين ندفع انيوال بريميوم ندفع مانثلي بريميوم، ده برضو هيبقى جود للكريدت. بس للأسف النهاردة الكريدت هيدخل في كل حاجة. كل حاجة قصدك انشورنس ولا حاجات تانية كمان؟ كل حاجة انشورنس. كل حاجة انشورنس. لا انشورنس طبعا، وطبعا ما تشتري عربيات الكريدت برضو هيدخل في الريت، تشتري بيت الكريدت بيدخل في المورجش طبيعي. بيبقى في درجات يعني، هم بيبصوا الليفل بتاع الكريدت ايه وعلى اساسه هيدوا الانترست ريت اللي البيرسون وود كواليفاي فور ات. طيب دي اخبار جديده، امتى هيتنفذ القانون الجديد؟ ابتدى اوريدي انهم ينفذوا الكلام ده. حتى الكمبيوتر سكرينز اللي احنا بنستعملها بقت كومبليتلي مختلفه، بروجرامات دخلت بشكل مش معقول سبيشلي من اول السنه تقريبا. اوكي استاذه مادلين، انت شايفه ده هياثر بالايجاب ولا السلب؟ ايه رايك؟ لا هياثر طبعا سلبي، لان للاسف دلوقتي في ناس كتير، احنا سمعنا 17.5 مليون lost their jobs. طيب حتى الستيمولس اللي هيجي هينفع شهر يسد شويه حاجات، بس بعد كده هيبقى فيري ديفيكولت ان الناس يعني تقضي مصاريفها وتقضي مستلزماتها في المصاريف وكده. حقيقة أنا قلبي بيروح ورا يعني للناس، وببقى عايزة بقدر الإمكان إن أنا أساعدهم أخفف عليهم شوية، عايزة أبقى بلس إن ذير لايف. ما بحبش أشوف حد يكلمني يقول لي أنا مش قادر أدفع دلوقتي وممكن تصبري عليا لغاية الأسبوع الجاي. بقول يا ربي أنا لو ممكن هصبر، أيوه هصبر لآخر دقيقة علشان I protect them. كتر خيرك طبعا استاذه مادلين. اهم حاجه يعني ان احنا يعني في الاخر بشر قبل ما احنا نكون بنعمل بيزنس او اي حاجه. الواحد قلبه بيروح، احنا ما تعودناش على كده يعني. وللاسف كمان يعني حتى انا مع زمايلي الستيت فارم ايجنتس بلاقيهم ان هم مش في مكاتبهم. طب قافلين ليه؟ حطوا الماسك وقابلوا مع الناس وسهلوا لهم.
انما انت بتتكلم الاوفيس بتاعتهم وبعدين ما تلاقي لهم ما تلاقيهمش. والحقيقه انا ما قفلتش خالص خالص المكتب بتاعي، يعني انا يمكن انا كنت بشتغل من البيت، معايا اوفيس مانجر كانت ماسكه المكتب، بس بنحاول ان احنا نعمل الشغل، تديني شغل اعمله وارد على البوليسي هولدر فيه، بس عمرنا ما تاخرنا عليها. That's amazing. شكرا ليكي. عنده مسؤوليه مكتب لازم يبقى مسؤول بيها no matter what the price is. اي يعني لازم نبقى موجودين للبوليسي هولدر ونريحهم، خصوصا في الانشورنس الناس تبقى قلقانه قوي لو في اي مشكله. الانشورنس كومبليكيتد بنفسه، يعني انا الاقي ناس كتير يقولوا لي لا 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 احنا بنخاف من الانشورنس، لا 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 احنا مش عايزين، ما بنفهمش في الانشورنس. ايوه علشان كده استاذه مادلين يعني هي تسهل لكم كل حاجه. استاذه مادلين قولي لي انت بتخدمي اي ولايات؟ انا معايا لايسنس في اوهايو بنسلفانيا، طبعا اوهايو بنسلفانيا. اوكي كل حاجه بنكتبها في اوهايو بنسلفانيا، وعندي اشكر ربنا كتير زباين من اوهايو، ويعني النهارده مثلا واحده كلمتني من اوهايو، كان معايا بتزورني واحده ايجنت تانية من انذر اوفيس من ستيت فارم، وبعدين بتقول لي انت بتعملي كل ده ليها ليه؟ قلت لها علشان انا عارفه هي مش هتعرف تعمل ده كله. ايوه لا دي النمره وهي تتكلم وتعمل. قلت لها معلش انا يعني ما هو ده اللي بيميز، يا بحب ان انا اي بامبر ده علشان خاطر مش هيعرف. ايوه بقول لك ده اللي بيميز بقى الانشورنس ايجنت الشاطر او اللي هو الشاطر بس من غير مشاعر ده. طيب بقول لك استاذه مادلين، انا عارفه ان انت بتشتغلي كل الولايات لايف انشورنس كمان. انا كمان معايا اللايسنس اخذت جبناها بتاع التنسي، لان في ناس كلموني من تنسي كانوا عايزين لايف انشورنس. اوكي قلت فيرجينيا ستيت. اوكي يعني لايف انشورنس فيرجينيا. بنتكلم انا كتبت في فلوريدا كذا حاله و... يا طيب حلو قوي يعني. وبعدين انا عرفت واحد ستيت فارم ايجنت في فلوريدا لسه مبتدي، فيري نايس. مامته كانت اشترت مني انشورنس من البروجرام بتاعنا. كلمتني فبعد كده بتقول لي انت عارفه انا ابني ابتدى مع ستيت فارم، فقلت لها حلو قوي مبروك وكده، وكلمت معاه، والحقيقه هو هيبقى ناجح قوي وحلو قوي يعني. ان شاء الله شرف لينا ان المصريين بتقود المجال دون عشان تساعد، يعني المفروض الواحد يبص ان هو يبقى بلس في حياة كل واحد. الدنيا مليانة مشاكل، فالمفروض ان احنا بقدر الامكان نريح غيرنا. يعني انا بشكر حضرتك وبشكر كل ضيوفي الاعزاء، لان انتم يعني great و huge inspiration للكوميونتي كلها. ثانك يو حبيبتي، ثانك يو. كل بروجراماتك جميلة يا ميرا. ميرسي عشان انت بتتابعيني وبتكلميني تعلقي على الحاجات. ثانك يو سو ماتش. انت مشاهدة شاطرة قوي. كل البروجرامات بتاعتك حلوة قوي. اللي اتكلم على السوشيال سكيورتي الأسبوع اللي فات كان رائع. شكرا ليكي جدا، وانت الحلقة النهاردة تبقى رائعة جدا، لأن انت قلتي إن في حاجات جديدة ومفاجأة عن الهوم. الهوم ايه انشورنس تقريبا؟ الهوم انشورنس برضو نفس الحكايه، في شويه تغييرات بالنسبه للهوم انشورنس انا هقولها. وهتبقى ارخص للبوليسي هولدرز عن ان هم يروحوا يشتروا مثلا البروتكشن بتاع الالكتريك وايرنج او الجاس بايبس او الووتر بايبس. ممكن دلوقتي يزودوها على الهوم اونر انشورنس بوليسي. في اوبجكت كمان، في اوبشن كمان مهم جدا حلو الواحد يحطه، اسمه الباك اب اوف سورز اند درينز. لو اي حاجه مجاري تتسد، البايبس تتسد وترجع وتغرق البيت، ده لازم يبقى الاوبشن ده يتزود على البوليصه علشان يعني تو كفر ات. لان في ناس كتير جدا تقول لي لا لا يعني عايزين طبعا تبع الانكم، وانا اي اندرستاند اول، انما مثلا ما يحطوش ويجي يقول لك البيسمنت فلودد، المطبخ فلودد، كل المجاري المواسير رجعت على البيت جوه.
طيب ما لا ده لو ما فيش الاوبشن ده متحط مش هيبقى فيه الكفرج. طب استاذه مادلين، انا ماي اندرستاندينج ان الهوم انشورنس ده بيغطي اي حاجه في البيت، يعني انا بروح اجيب انشورنس لا فبيغطي اي لا حاجه. لا، دي حاجات في اوبشنز جديدة لازم تبقى محطوطة على البوليس. يعني لازم انا اقول للايجنت بتاعي زودها لي او هو الايجنت بتاعي. الايجنت بتاعك اللي لازم يقول لك في الاوبشن ده، الاوبشن ده تحبي ده يتزود. يعني اما بنزود مثلا الاوبشن بتاع الواتر بايبس والالكتريك والجاس، كل دول في حدود $60 في السنة و$65 في السنة. لو انت خدتيهم من الكومبانيز يبقى كل واحدة بتبقى في حدود $6-$7. اضربي كل $7 دي تايمز 12 وبعد كده اضربيها في ثلاثة، لان عندك الجاس والالكتريك والووتر. ايوه فاهمك، بس اني واي اللي بيشتري بيت ده عارف لو ان هو حاجة بيصرف بره كتير. البيت حصل لها بروبلم، حاجة بره البيت حصل لها بروبلم. ايوه، علشان كده يا جماعه بنقول الجاس ان بره الايجنت، البيز. يس، لازم الايجنت يكون متفاهم ويفهمك بالراحه ويقول لك ايه الاوبشنز بتاعتك عشان ما تحصلش مصيبه ويدي وانت مش التايم اللي عارف. هو الواحد محتاج له، يس يو نو. مظبوط. اها طيب، ده احنا نرجع تاني للهوم انشورنس بالتفصيل، لكن انا كنت عايزه اتكلم على حاجه مهمه جدا وهي الريتايرمنت بلان. كانت معايا طبعا، احنا اتكلمنا كتير قوي في الحلقه يعني او البرنامج على ريتايرمنت بلان، بس كان معايا استاذه ليلى بنس اللي هي من بنس ويلث مانجمنت، وقالت ان الريتايرمنت بلان ان انت لما بتحطي في الايرا بتاعتك مش بعد مثلا العمر الستين او الـ65 سنه ما تيجي تاخدي الفلوس، مش بيتحسب ضرايب على كل الفلوس اللي انت عملتيها. فانا دي لو لا، بيتحسب على الجروث بتحسب هي قالت لي ان دي احسن حاجه، فانا مش اللي فاهمه، ممكن تفهمها لنا لو سمحتي بالتفصيل؟ اوكي. اللي بيحط ماني توورد ذا ريتايرمنت، اذا في نوعين، في نوع الايرا لو انا باخدها ديدكتد من الانكم ايوه، تاكس، لو يعني انا بتاخد جزء بشيلها من كل شهر فلوس. يس لما باجي اخدها لا هدفع ضرائب عليها كلها، لان انا شلتها من الانكم كلها. ففي الحاله دي انا هدفع على كلها. انما لو انا مثلا زي الروث اي ار اي ما فيهاش ديدكشن، يبقى هي اوكي. طيب الروث اي ار اي ما فيهاش ايه ديدكشن، الفرق بقى يا استاذه مادلين؟ فانا مش هدفع، فانا مش هدفع عليها. عاملينها الحقيقة علشان خاطر تساعدني ما ادفعش ضرائب كتير. يعني انا النهارده لو هحط في البلان اللي هو الروث اي ار اي علشان خاطر انا ما ادفعش ضرائب عليها لما اخدها. طب مين اللي بيقدر يعمل كده يا استاذه مادلين؟ اي حد بيعمل انفستمنت بلاننج، طيب لو انا ستيت فارم عندها، بس دلوقتي للاسف مش كل الايجنتس ار بينج license to sell البلانز دي. في قالوا لا، لانه طلبوا منهم اكسترا كريكولوم واكسترا licensing، and يعني ففي agents give it up. طب استاذه مادلين، انا مش ممكن انفستور، يعملوها. انا مش انفستور، انا واحده بشتغل في مكان باخد W2 او 1099 وبيجي لي كل اسبوعين فلوس على الشيك بتاعي. يبقى انت تعملي الريتايرمنت بتاعتك وحدك. لو الشغل ما عندوش 401 كي، اها، ال 401 كي عباره عن انت بتحطي برسنتج من الانكم بتاعك توورد ذا ريتايرمنت، ايوه، والجوب وود ماتش ات. ايوه، دي شركات كبيره زي بوينج وغيره. اي حد عايز يدي. اوكي، يعني انا ممكن لو انا عندي عايزه ابتديها، هبتديها وهدي الامبلويز بتوعي. اوكي، في كذا بلان، في 401k، في السب بلان اللي هو سمبليفايد امبلوي بنشن بلان، وفي سمبل اي ار اي. فكل واحد حسب البلان حسب اللي يقدر عليه. يعني انا النهارده لو عندي سمبل اي ار اي بلان، دلوقتي انا بقول لهم اذا انتوا will contribute to the plan، ايوه، يبقى انا I will contribute. عندي choices في الـ 5 years
1 year احط ممكن 1% match، احط 2%، وبعدين 3 سنين لازم احط 3% of their income to match you know what they're putting up to 3%. طيب لو حد اتصل بيكي قال لك استاذه مادلين انا سمعت الحلقه ودلوقتي الشغل بتاعي مش بيعمل لي ال 401k وانا محتاج ان انا اعمل الروث ايرا، تقدري تساعديني ازاي؟ الروث ايرا ايه؟ A very good plan. اوكي طب اعملها ازاي؟ ابتديها ازاي بقى لو الايجنت هيساعدك يا ميرا. الايجنت هيساعدك في اسئله بنسالها نبتدي الابلكيشن. وبعدين بقول لك لو انت سنك صغير I would go a little bit aggressive لأن الماركت بيروح up and down but all over بيع. بيعلى يعني ناس كتير بتعمل فلوس very good yes. ده حقيقي yes. فالراث IRA is great investment يا جماعة اللي ما لسه ما عملش investment راث IRA. Definitely. طيب ده حلو قوي، ممكن نتكلم الانشورنس ايجنت بتاعنا. كمان very 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 important عايز اتكلم عليها النهارده هي الامبورتنس بتاع اللايف انشورنس. اللايف انشورنس احنا للاسف يا مصريين الناس بتخاف، لو لا تتخيلي how the people think about life insurance. يحسوا ان هم لو اشتروا اللايف انشورنس هيموتوا. هيموتوا. I know. No. The great protection للفاميلي. يعني للأسف إن أنا I lost few clients للكورونا. الكورونا واحدة كلمتني قالت لي جوزي كان في المستشفى 3 أسابيع أنا ما شفتوش اتوفى، اللي ما قلت له جود باي بس عايزة أتشكر لك إن أنت بعتي لنا اللايف انشورنس لان دي هتساعدني ادفع مصاريف المستشفى البارت اوف ات اللي هو مش كفرد بالانشورنس وادفع الفيونرال بتاعته. قلت لي كنت هجيب الفلوس منين؟ ايوه صحيح. لايف انشورنس از اكستريملي 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 امبورتنت. يعني على الاقل نشتري اقل حاجه، اقل حاجه بتتباع 10,000. العشر تلاف دي بتتباع من سن 50 سنة، يعني اللي أصغر من 50 سنة مش هنقدر نديله 10,000. بس بالإكسبنسز والكوست nowadays it's expensive to bury anyone. للأسف ما حدش عارف يومه. فالنهاردة لازم لازم أقعد مع الإيجنت بتاعي وأشوف إيه اللي أنا لازم أشتريه لأن ده great protection للفاميلي. ليه great protection؟ النهاردة نقول مثلا الهازبند that is the head of the household هو اللي ربنا اختار. طيب النهاردة الست والأولاد هيعيشوا ازاي؟ income للست ليه نقول income؟ ما هي طب اوكي ما هي بتشتغل تكفي. نو مش هتكفي الانكم بتاعها. ليه؟ انت عندك property taxes، عندك expenses ما تعرفش البيت يحصل ايه، ده تغيير الفرنس في البيت بس لو في problem في الفرنس. الفرنس النهاردة الواحد ب7,000. الروف is very very expensive to replace it. هل الروف ده هيفضل على طول زي ما هو؟ نو no. افري 20 سنة لازم يتغير. طب يتغير ازاي؟ هل الفاميلي هيبقى عندها الماني دي اون ذا سايد تو ريبليس ذا روف؟ ايوه يعني بسايد الانكم مستلزمات الحياه از ديفيكولت. يعني حقيقي هنا الناس ممكن تعمل فلوس بس في نفس الوقت بتتاخد منها بغير ارادتها. ده حقيقي حاجات بتبقى ايمرجنسي محدش عارف. لازم ده البروبرتي تاكسز. البروبرتي تاكسز از نوت شيب. ده حقيقي. فدي كلها حاجات لازم نبص لها ايه اهميه اللايف انشورنس. مظبوط. طيب يعني انا جالي واحده اوكي هنتكلم عن اللايف انشورنس اوكي ليت اس ثينك اباوت ات جيس وات جالها بريست كانسر. طيب النهارده نعم جالها بريست كانسر. جالها كانسر ايوه. عملت الانشورنس ولا لسه؟ لا ما عملتوش. ثينك اباوت ات.
ولسه بتفكر فيه كتبنا دلوقتي، خلاص خلاص ما تقدريش تدولها. بقينا نو اوكي. ما تقدريش، او في امراض ما بنقدرش، خلاص ما نقدرش. وبعدين دايما اقول the younger we are the cheaper it is. ده لما حقيقي. الواحد يبقى صغير في السن الحقيقة بتبقى فرق كبير في الأسعار. كل سنة والواحد أصغر في العمر أرخص كتير. فدايما أقول يا جماعة ما تأجلوش دون، لأن نمبر وان طبعا عايزين الهيلث تبقى جود. أنا جولي اتنين، كتبت الأبليكيشن والحقيقة أخذت مننا وقت كتير، مش هقول أسامي، بس للأسف واحد جالي هيباتيتس سي كان ترايتد دلوقتي. يعني عايزين ديتيلز بقى، أسئلة قصة الهيباتيتس سي وحصل إيه، يعني شغلان. another one جالي كيدني فيلير، عرفوا من إيه؟ من البلاد تيست اللي عملوه، ما كده كده عملوا هيعرف. بلاد تيست وعرفوا إنه عنده كيدني فيلير. طيب مهم قوي يعني if you care about your family، الأم والأب يكون عندهم insurance، life insurance، كمان الأطفال يكون عندهم life insurance. والأطفال مهم قوي. هتقولي لي ليه هو أنا عايزين حاجة من الأطفال وبعد ليه الأطفال مهمة يبقى عندهم life insurance؟ لأنه هم صغيرين ممكن بتحصل أمراض أحيانا تمنعهم إن هم يجيبوا life insurance. زي إيه؟ juvenile diabetes، كروم ديزيز، انزيم بروبلم بالانزيم بتاعت البادي. وبعدين دلوقتي بقى تحطي السوشيال سيكيورتي بتاعت الشخص، يطلع عرفي كل بقى حاجة. تقريره كله ينزل، كله ينزل، أيوة كله ينزل. يعني ما فيش حاجة بتقدري تخبيها. ده لو حقيقي. الواحد عايز يساعد ده او يساعد ده او يساعد ده، للأسف إنه كل الهيستوري بينزل. لو الواحد بياخد دواء موجود على طول. ده حقيقي. طيب أستاذة مادلين، وبعدين الدرينكينج اند درايف، تخيلي ان احنا بنطلب، يعني دلوقتي الشركات بتطلب الدرايفر لايسنس واحنا بنكتب اللايف انشورنس. ما لازم هتقولي لي طبعا. ليه؟ ومال الدرايفر لايسنس ومال هيقول لك مجنون اللايف بيسوق انشورنس؟ بسرعة. بس للاسف انه لو في اكسيدنت هتطلع كم اكسيدنت، فبيبصوا لك ده الشخص ده ممكن يموت في حادثه العربيه او دي يو اي، الدرينكينج اند درايفنج ده ممكن. يس. انت قلت لي ان ممكن في مثلا ندفعها في 20 سنه وكده خلاص، وبعد كده تبقى معانا فور ايفر. بالنسبه للاولاد انا بشجع ده، او الناس الصغيره في السن، ايوه. في بلانز تقدري تدفعيها في 10 سنين and you're done، ما تدفعيش ولا مليم بعد كده. في بلانز بتدفع في 15 سنة، وفي بلانز 20 سنة وبعد كده ما تدفعيش ما خالص. تدفعيش تاني وفلوسك أنا خالص. بحط وأنا بكتب life insurance for children دايما بحطها عمياني. إذا الناس مثلا مش قادرين يشتروا بوليسة كبيرة في الأول 100,000 أو 200,000 للعيال أو حاجة زي كده، أو أنا ببيعها لهم، بحط أوبشن very important اسمه إيه؟ اسمه guaranteed insurability option. يعني إيه؟ يعني أنا الكمباني هتديني كل 3 سنين I can increase البوليسة من غير ميديكال كويشن اسك. من غير ميديكال كويشن. من غير اوكي. اي ميديكال كويشن اسك. فانا بروح اقوم عامله ايه؟ بحط الاوبشن دول، وكل 3 سنين هكلمهم اقول لهم الفرصه دلوقتي موجوده، ممكن نزود البوليسه. Are you ready for that؟ تقول لي لا مثلا استنى على ابني لغايه اما يتخرج هو يزودها. اوكي. اتكلم تاني لما تيجي الفرصة تانية. كل 3 سنين انا بيجي لي جواب بيقول لي فلان الفلاني دلوقتي is eligible for increasing the life policy. بتبقى لما بزود الاوبشن ده بيبقى very cheap، وبزوده لغاية سن 40 سنة تتزود البوليسة و no medical question.
لحد 40 سنة. طب ده وقت لغاية كبير. 40 سنة. بعد 40 سنة بقى هيسألوا ميديكال كويشن. اوكي. لا اعتقد 40 سنة وقت كفاية علشان يحطوا الوقت كفاية المبلغ عشان اللي هم تزود عايزين. تزود تزود في البوليس. انا ببص لأول ما البيرسون ده يتخرج من الجامعة ويقف على رجليه وهيبتدي بقى يبص يتجوز يقدر يزود. ولو وناس كتير بيحصل لها حاجات ان بتوين. مظبوط. يعني انا واحد من الناس اللي في اوهايو مأمنة عليهم حتى الاوبشن ده بكلمه بيقول لي انت عرفتي اللي جرى لي؟ قلت له لا ما اعرفش ايه اللي جرى لك. قال لي انا جالي لوكيميا وعنده 3 عيال صغيرين، فطبعا وجع قلبي يا حرام. يعني عنده مراته ما بتشتغلش بتاخد بالها من العيال في البيت، بس طبعا. نشكر ربنا عندنا بوليسة واقدر ازود عليها. ياه، لسه ما كملش ولو 40 سنة. ربنا نعم لسه ما كملش 40 سنة. لسه ما كملش الـ40 سنة صغير. لسه ما كملش. بقول له معقولة دي؟ قال وكان الحقيقة بيكلمني مثلا 11 بالليل يقول لي انا عايز ارغي، فقلت اكلمك انت ترغي معايا. يعني عارفه دمه خفيف حقيقي، ما بشوفوش كتير، يعني ما شفتوش كتير بس دمه خفيف. بيقول لي صاحبك على التليفون بقى انا عايز ارغي، انا مش ايوه. طايقه لوحدي هنا. بس طبعا صعب عليا يعني. طبعا بيبقى طبعا كويس، حلو قوي تقدري. طيب يعني فعلا اللايف انشورنس بركة كبيرة في حياة ناس كتير، يا ريت ما مهمة نستخفش جدا بيه. جدا جدا، بتفتح بيوت ايوه صحيح، بتفتح بيوت بتحافظ على اسر طبعا، و بتحافظ على كيان الأسرة. ده أنا حقيقي. بصراحة بسميها زي ما قلت لك قبل كده في حلقاتي، بسميها love insurance. I love buy it insurance، for the loved ones، ده حقيقي لأن بتساعد ناس كتير. يعني صحيح قصة جميلة صحيح الحقيقة. والله. جات لي بنت very sweet girl من البروجرام بتاعنا كلمتني، I was so proud of her. لما بكلم لأن لقيتها مشترية لايف انشورنس كذا واحدة، بقول لها يا منى قال انت جبتي ده كله ليه؟ قالت لي عشان بناتي، يا حبيبتي عشان بناتي. يعني الحقيقة برافو عليها، طبعا. اشترت حاجات هي تقدر على مصاريفها بس في نفس الوقت خايفة على بناتها. ايوه وأنا I commend her for that. قالت لي برافو عليها، يعني بتشتغل جامد عشان اي تكفي مصاريفهم برافو. وفي يس، نفس الوقت بتحمي بناتها. بتحمي عيالها طبعا، ده أهم طبعا حاجة، طبعا تحمي بيتها الواحد وعيالها بيشوف حاجات ملهاش أول ولا طبعا آخر في طبعا. الأسرة دي وزنة، وده اللي هنتحاسب عليه، يعني عملت ايه مع ما أسرتك تقوليش وسبت ايه قدام ربنا لأسرتك. ان انا اخد بالي وأأمن أسرتي، ده حقيقي ما حدش عايز الأسرة تتبهدل. طبعا، ده أوبشن وبعدين في جميل. نفس الوقت يعني حتى لو انا كبيرة في السن، طب ما انا اجيب لي بوليصة عشان ولادي ما يشيلوش همي لما حاجة تحصل لي. في اللي ايوه. ب 10,000 دي نشتريها، دي نازله نشتريها صح. عشان نحمي أولادنا. طبعا ربنا يدي الصحه والعمر والسلامه لكل واحد، بس يعني الموت ده فاكت، كلنا يعني هنواجهه في وقت من الاوقات، وفعلا ان احنا نخلي بالنا على اهلنا، ده شيء مهم جدا جدا. فشكرا استاذه يعني مادلين. وللعيال انا بشجع كل واحد يجيب لعياله، لان زي ايوه ما طبعا، بقول ممكن اي حاجة تحصل تمنع الشخص من ان هو ممكن يشتري لايف انشورنس بعد كده. ايوه. وممكن نكتب بس باللايف طبعا انشورنس دي كتير قوي. يعني ممكن نكتب اللايف انشورنس دي باسم اي حد احنا نختاره، مظبوط. انا مثلا النهارده جبتها لاولاد ولادي، هل انا عايزه حاجه منهم؟ نو no. بس لما بيبقوا صغيرين، انا جبتها اول ما اتولدوا. ليه؟ اما بيبقوا صغيرين بتبقى ارخص وقت بتجيبيها لهم. وبعدين حتى الاوبشن ان احنا ممكن نزود، فعايزين يزودوا يزودوا هم بقى بعد كده. بس ايوه انا اشتريت كميه حلوه ليهم عشان تبقى ليهم بارخص الاسعار.
طيب ويكملوا، وبعدين في الاخر عايزين يقبضوها يقبضوها، اذا ما يعني فيها بتبني كاش فاليو حلوه قوي، بيساعد ناس كتير. انا دلوقتي مثلا عشان الكورونا ناس كتير عماله تيجي تقول لي عايزه استلف من اللايف انشورنس بتاعتي، عايزه من اللايف انشورنس، فانا ابص اشوف هل اديهم فلوس من لو هم مش عايزين يرجعوها تاني، هل اديها لهم من الديفيدنز ولا ادي من الكاش فاليو ويرجعوا تاني، ولا ادي من ايه؟ طيب انا عارفه ان ليها انواع يا استاذه مادلين، انا عارفه ان فيها انواع، فيها حاجه اسمها يونيفرسال وفي حاجه اسمها تيرم. انا مش ببيع اليونيفرسال قوي، ما بحبهاش يعني قوي. ليه؟ اليونيفرسال تبع الكرنت انترست ريت، يعني ممكن اما تنزل او اما بعتها لونج تايم جو اول ما ابتديت في الشغل كانت بتدي 9 and 10% interest rate، طبعا كانت رائعه. النهارده 2% يا نزلت كتير. هي نزلت جامد، ففي أي. ناس لازم يدفعوا اكتر عشان يخلوا البوليسه جاريه. ناس متضايقه من النقطه دي، اوكي. طب انت بس بتبيعي ايه محدش دلوقتي؟ توقع ان الانترست ريت هتنزل بالدرجه دي. يعني نزلت كتير like 8%. طبعا طيب طبعا انت بتحبي تبيعي ايه يا استاذه مادلين؟ انا بحب ابيع الهول لايف. هقول لك انا الهول بعمل لايف. ايه لما ببيع اللايف انشورنس، عشان ما اخليهمش يدفعوا بوليسي فيه، فما بخليهمش يشتروا اتنين تلاتة بوليسه كده. ليه يعني؟ الا لو في فرق ان هم ييجوا يشتروها وبعدين بعد سنتين تلاتة عايزين يشتروا واحده تانية، فاين. بس نقول مثلا يا ميرا انا عايزه اشتري بيت، البيت ده مثلا ب 250 الف، ايوه طيب عليه مورجش، وفي نفس الوقت احب المورجش ده يبقى فور بيريد اوف تايم نقول 15 سنه، اوكي، ايوه او 25 او 30 سنه. يس 30 سنة. ودلوقتي انا عايزه لايف انشورنس بيرمننت، صح؟ ايوه ما تخزق ما يعني تفضل لي لغايه عمري كله. طب هشتري بوليستين؟ لا انا مش عايزه الشخص يدفع بوليسي فيه مرتين، طيب تعملي ايه؟ انا حقيقي عايزه اخدم الانشورت بتاعي. فاقوم اعمل ايه؟ احط الكميتين في وان بوليسه، اها احط ال 200 الف او 250 الف دول تيرم بوليسي، بس هلزق فيها نفس البوليسه 25 مثلا الف بيرمننت، يس يخلص المورجز بعد 20 او 25 سنة، يبقى التيرم بارت بتاع المورجز ينتهي، بس في نفس الوقت عندي ال 25 اشتريتها وانا صغيرة ايوه تكمل بقى. انتي يبقى شاطرة قوي، بالطريقة دي انتي شاطرة. استت عصفورين بحجر. طيب ده انتي شاطرة قوي استاذة مادلين. يعني هو عامة اي حد يجيلك مغمض خالص ويقول لك هنعمل ايه وانتي تشوفي ظروفه وكل واحد. اشوف ظروفه، احلل بقى ايوه ايه اللي هو محتاج له وعلى اساسه بشتغل معاه، يس بس وعلى قد اللي يقدر يدفعه. ما انا كمان مش عايزه درين دم، طبعا طبعا بس لما يجي البيت لا سمح الله لو حاجه حصلت يدفع كله، ده عبء اتشال، عبء كبير. ده حقيقي وحصلت عندي حاجات كتير قوي قوي. طبعا طبعا. طيب استاذه مادلين خلاص احنا قلنا اللايف انشورنس يا جماعه مهم جدا لاطفالك وليك ولجوزك ولمراتك وكله، والست very very important يبقى عندها لايف انشورنس، لازم لأنها طبعا بتساعد الزوج برضو، definitely بتساعد الزوج، طبعا طبعا. you know. اللايف انشورنس زي ما استاذه مادلين قالت اسمها اللاف انشورنس، لما تحب اهل بيتك وبتخاف عليهم لازم تعمل لهم لايف انشورنس. طب انا ممكن عمرك ما هتدفع اكتر من اللي بيتاخد، أكيد أكيد يعني اللي هتدفعه الجزء اللي يدفع هتاخد قدامه اضعاف اضعاف اضعاف، عمرك ما بتخسر.
ابدا ابدا، ده اكيد يأثر عمر ما طبعا. الواحد بيخسر. وبليز بليز بليز اشتروا البوليسة as soon as possible. ان حلو. ممكن بقى نقول blood pressure، نقول diabetes، اه ده انا I became diabetic، والديابيتك اللي هم بياخدوا انسولين هتبقى مش بيكتبوهم، يعني نادر، نسبة قليلة قوي. بنبص للتاريخ البولي الهيستوري، الميديكال هيستوري بتاع الشخص، ولازم نبعتها ويجيبوا التقارير بتاعت الدكتور كلها، هل ده بيكلفني فلوس؟ وهتبقى اغلى من العادي، يعني هيبقى فيها سيرشارج على البوليسة طب أستاذة حتى مادلن، لو. نعم هو ده هيكلفني أي فلوس إن أنا أتصل بيكي وأقولك ممكن تشوفي لي البوليسة بتاعتي هتبقى نو بكام نو 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 وتنفع نو ولا لأ؟ نو 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 نو. يعني أنت ممكن النهارده تديني كنا كود؟ بيتي خلصت 6:30 ولا 7 تقريبا، برضو ناس بتتكلم عايزه تعرف اسعار ده اسعار ده اسعار ده اوكي، فانت بتديهم كوت وبعدين هم بيقرروا بعدين يعني. بيقرروا اللي هم عايزينه. ووندرفول ثينجز دلوقتي الحقيقه ثانكس تو ذا كورونا، مش لازم يجوا المكتب، كله بالتليفون. و الكومباني اما بحط الايميل او التليفون نمبر بتبعت الكود للشخص يساين كل حاجة بالتليفون، و they don't need to come، ايوه مظبوط. كله طيب بالتليفون بنخلصه و very easy very easy، مفيش problems at all. وزي ما قلتي ممكن الناس تستلف منها فلوس او تاخد منها فلوس برضو، ده في على حاجة حسب برضو ظروفها. أنا بعملها علشان خاطر أساعد البوليسي هولدر بتوعي، يعني عايزة أقول لك أنا في إيدي إذا كان الشخص عيد ميلاده عدى شهر أو شهرين. الحقيقة حاجة حلوة قوي قوي في ستيت فارم إن أنا ممكن أرجع بتاريخ البوليسة قبل عيد ميلاد الشخص، وأديله عيد ميلاده، أديله سعر عيد ميلاده قبل عيد ميلاده. يعني أنا مثلا نقول أنا مثلا عيد ميلادي في يناير، وحد جاي لي الشهر ده عايز يكتب الانشورنس، أقول له شوف هقول لك حاجة، أنا هرجع عيد ميلادك لديسمبر، هرجع تاريخ البوليصة لديسمبر، ياس هدفعك شهرين بس عمرك كله هتدفع سعرك قبل عيد ميلادك، السعر قبل عيد ميلادك. ايوه فهو هوري له التوفير قد ايه. ايوه ده لو فهمتك. ده انا بعملها عشان عايز اوفر للبوليسي هولدر بتوعي، ببص لمصلحتهم الاول نمبر 1. ف يعني دي حاجة أنا بلاحظ إن هي بتفيد الشخص أوي، يدفع أقل شوية، يدفع الشهرين بس هيدفع الأقل دون العمر كله، عمره كله. ده حقيقي. طيب ده يعني أفكار جميلة وحاجة مهمة جدا لكل الأسرة، وأعتقد إن احنا اتكلمنا عليها بشكل مفصل. أنا I'm gonna jump للهوم أونر والكار انشورنس. Yes. في حاجة النهاردة بصيت لقيت قلت ياه لو أنا كنت عرفتها قبلها. عندي بوليسي هولدر الحقيقة من يوم ما ابتديت 35 سنة فاتت، حد يصدق 35 لا خمسة، سنة انت تيجي عندك خمسة عليا وثلاثين سنة يا استاذة مادلين. وأنا عندي 35 بس. المهم الراجل ده كنت بحبه قوي قوي قوي، كان دم خفيف، يجي لي الأوفيس كده يهرج ويهزر وبتاع. بعدين كلمتني بقى بنته، دادي توفى، ودلوقتي انا هاخد العربيه بتاعته والهوم بتاعه. بس قالت لي ايه الكلام ده امتى؟ بعد ما نقلت التايتل فيها بتاع العربيه وبتاع البيت. قلت لها باتريشيا يا ريت كلمتيني من قبل كده، انا كان ممكن حطيت اسمها مع باباها، واول ما الاب توفى نشيل اسم الاب وهي اللي يفضل بالطريقه دي. الراجل معايا 35 سنه، كان هيبقى ريت قليل. بالطريقه دي كل الديسكاونت اللي هو بناه يروح لها اوتوماتيكلي. فهمتك. يس بس بقيت اقول يا ربي
طبعا لو عملت حاجة زي كده it's not good for me يعني. لا طبعا يس، بس بعد كده يعني بس لو هو قبلها قالت لي I could have added her name، ولو حاجة بس حصلت له يا يعني الناس بتتعلم يعني عامة يعني حلو. وبعدين ايه، في الكار انشورنس كان عنده جارنتي بوليسي فور لايف، ايوه فدي كانت تبقى حلوة قوي تروح لها. يعني في فرص كتير. بس قالت لي لا انا يا دوبك لسه مغيرة الاسبوع ده بتاع، قلت لها I'm sorry I would have loved to help you بس عشان كده لازم الكوميونيكيشن يا جماعة، والاتصال الدائم بين الانشورنس ايجنت، ومش يبقى عندنا اي انشورنس ايجنت كده وخلاص، لازم حد بنثق فيه ونعرف نتفاهم معاه، فده شيء مهم جدا. طيب يعني أنا دايماً أقول للناس your insurance is as good as your agent. ده حقيقي، الإيجنت لو عايز فعلاً يساعدك وفي طرق في طرق يعملها كتير it's very important طبعا طبعاً. طبعا. طب أسامة وبعدين أقول لك حاجة تانية، مثلاً النهاردة واحدة عندها كليم جات لي تكتب الإنشورنس عندي، عندها كليم بإيه $522 من الانشورنس الكومباني التانية اللي هي كانت معاها. قلت لها يعني كليم لما يبقى $500 I wouldn't put it في الريكورد بتاعي صحيح ما يستاهلش. حتى لو above the deductible. يا لو الهوم اونر ووينت كليم above the deductible ب $500، ما احطش كليم ويبقى عندي سيرتشارج لمدة 3 سنين ادفع فيها اكتر، بالذات اما ابقى جديد مع الكومباني ادفع اكتر سيرتشارج مع الكومباني اللي انا معاها فور 3 ييرز. تدفعي تبص تلاقي السيرتشارج ده اكتر من ال $500 اللي هي دفعتها اللي دفعتها الانشورنس. يس، عايزين نتكلم على الكليمز دي يا حاجات استاذه لازم مادلين. تدرس. انا دايما اقول للبنات في المكتب اقول له اقعد معاهم اجتماع اقول لهم ما تحطوش الكليم، ما تحطوش الكليم. صدقيني يا ميرا ساعات الكليم بيتحط وتبقى البيمنت زيرو زيرو، والناس تقول لك اه اي هاد كليم بس they didn't pay me anything. Guess what? It's a claim on your record. الكليم ده دخل الريكورد بتاعك، ولو الكريدت بتاعت is not super good you're going to be ineligible for the good rates. ايوه والناس ما بتعرفش النقطة دي، بينقلوا كده كان للشركات وهم مش داريانين ايه اللي ممكن يتعمل من الشركة دي يضر. ده انا اقول لهم ده انت تقول واحدة، اقول لك حاجة لسه الاسبوع ده واحدة عايزة تجيلي يس بصيت على الريكورد بتاعها two claims قريبين جدا in 3 years. طبعا ده no 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 you don't put two claims in 3 years no واو ريلي لا طبعا لا. مهم Guess what لو يس حطيتي claim تالت cancellation right away، ودوري بقى على company تاخدك، وهتبقى بكام لما دوري تاخدك؟ على company تاخدك. يا وبعدين انت قلت لها الله ده انت you have don't put any other claims on your record. قالت لي I only had two claims. Yes, two claims in 3 years. You don't do that. كانوا يستاهلوا يا أستاذة مادلين؟ نعم. كانوا يستاهلوا؟ واحد حسب ما أتذكر كان واحد ب 1200 والتاني يعني مش كبار قوي، ما بس كانوا يستاهلوش تو يعني. كليمز في 3 سنين. يعني هي النهارده لو حطت كليم تاني 100% الشركه هتقول لها جود باي اوت، واو لان الشركات مش شوفي ممكن يبقى بيج كليم هيدفع وان بيج كليم، يس في اوفر 5000 بس احنا تو قلنا قبل ثري كده. سمول كليمز يقول لك ده بقى راجل هيدوشنا واو وكل شوية هينط لنا بكليم لا نخلص منه بقى. انتي قلتي لي مره اوفر 5000 يا استاذه مادلين، يعني لا تقريبا ما بقول لك لو 5000 احط الكليم ايوه صحيح بس ما احطوش فور سمول اماونتس.
صحيح. لان هيتحسب عليا كليم وما اتكلمش. يعني انا كان عندي كليم، قلت للبنت على طول اول امبارح، قلت لها don't give policy numbers، قلت لها اسألي if it is covered or not من غير ما تحطي policy number، ما تديش الكليم اوفيس البوليسي نمبر بتاع البوليسي هولدر. ليه؟ لان هيدخل على الريكورد بتاعه على طول. ويكتبوا على طول. انا مش عايزه كده، ممكن قوي يبقى يقول لك not covered. ايوه. واحد كلمني قال لي ايه ده، انا مواسير البيت كلها قديمه بتاعتي وعايزة ولازم اغيرها، هتساعديني؟ قلت له absolutely not، مش هساعدك لانه ده maintenance. اساعدك ازاي؟ مواسير قديمه. لا مش هساعدك سوري، لان دي maintenance ملهاش دعوه خالص بالانشورنس. أمال إيه هو بيغطي إيه الإنشورنس لما أنا أجيب بيزك إنشورنس من غير sudden أوبشنز؟ and accidental actions، which is sudden and accidental، يعني حاجة ليكن كده كل يوم وسايباها شهر تليك، لا it's not gonna be covered. إنما تليك النهاردة وأجيب حد على طول يصلح، yes covered. ايوه عشان كده أنا دايما قبل ما أحط الكليمز أسأل الإنشورنس الإيجنت بتاعي، حاجة زي كده ممكن. اوكي واقول له بليز دونت بوت ا كليم، دونت بوت ا كليم. just a question. اوكي طيب، سامح بشرى بيسألك if I took a speed ticket will the insurance raise the car insurance my record was clean for yes 3 years. it will raise it for 3 years. هو بيقول ان الريكورد كان clean for 3 years، دلوقتي التيكت ده بيتعمل اوتوماتيك صح؟ بيتبلغ عن اوكي اوتوماتيك. هو بيروح انشورنس كامباني جديدة ولا لا هو بيقول الانشورنس بتاعه العادي، ما قالش اي حاجة على انشورنس كامباني جديدة. بنسلفانيا؟ الحقيقة حلوة انه مش بتزود الانشورنس في من التيكت في بنسلفانيا، دي نقطة حلوة عندنا، مش بتزود. هي بتزود في كل حتة تانية. انما في اوهايو ابص الاقي البريميوم بتاعهم زاد، اقول ايوه لهم did you have a speeding ticket did you have any violation oh yeah. ماشي، الناس بتاخد واحده تقول سبيد لي تيكت ايه، على طول. انا كنت بجري بالعربيه ونازله الهيل وقلت اسرع ولقيت البوليس ورايا. لا شاطره. لا الناس بتاخد سبيد تيكت يعني خلي بالنا واحنا سايقين طبعا، بس غصب عن طبعا الواحد ساعات طبعا ملوش بيسرح او لزوم حاجه. حرام. و إذا I get a ticket fight it fight it you never know what can happen. هقول لك حاجة حصلت لي أنا السنة اللي فاتت، أنا رايحة البيت راجعة من البيت من المكتب للبيت في ستوب ساين، وعارفة كويس أوي أوي إن أنا لازم أقف عند الستوب ساين، ووقفت بصيت لقيت الكاب ورايا، قول لا انا ما عملتش حاجه يا ربي ليه بيوقفني. المهم وقفت فبدأ لي you did not stop at the stop sign I swear over my bible you didn't stop at the stop sign. قلت له انا I swear over my bible I stopped at the stop sign. قال لي no you did not. قلت له okay then we'll talk in court. جدع. فايتك. اللي حصل بقى الجادج اللي في الاريا عندي هنا عارفني، قال لي مادلين I'm gonna have to send you to another judge. علشان يعرفك. فبعتني 1 hour من الاوفيس بتاعي، بس بقيت اسال اقول يا رب انت اللي تتكلم. انا وقفت، انا وقلت له انا وقفت وهو عارف. بس فما رحت الحقيقة، شوفي ربنا الحقيقة حلوة قوي، لقيت الجادج بيقول له لما هي وقفت عند الستوب ساين كان في عربيات جاية من الشمال ولا اليمين؟ قال له لا. ليه ذكي قوي القاضي، ها؟ ذكي قوي القاضي بيلعب مع قال له الضابط. لما هي وقفت ايوه كان في عربيات جاية من اليمين ولا الشمال؟
قال لي لا. قال له يبقى انت اعترفت انها وقفت. بيقول لي انا تابولي قصد، قلت له I know to stop at the stop sign because I go I pass the stop sign at least six times a day. ف my car stops before I stop it. ايوه قال لي okay you're fine. That's good. فبقول you need to fight the ticket. يس ده حقيقي، هي بتاخد شوية وقت بس. you never know. ايوه ده حقيقي. طيب ممتاز يا استاذة مادلين. طيب خلينا نتكلم، احنا بدل ما احنا اتكلمنا على التيكتس والعربيات الكار انشورنس، في انا عارفه ان في شويه حاجات، بما ان كل حاجه حضرتك بتقولي انها هتبقى غاليه وهتعلى، في شويه حاجات بتقلل لي الكوست بتاعت الانشورنس. شوف الانشورنس. انا مثلا واحد النهارده كلمني امبارح قال لي انا بنتي دلوقتي هتبتدي تسوق معانا في الكنيسه، ايه اللي تنصحي بيه؟ قلت له شوف انا عارفه طبعا اما بيجي حد يسوق عند سن ال 16 او 17 is very expensive. The longer you keep her from driving the better it is. بس anyway إذا هي نفسها تسوق وتحس إن هي يعني it's time for her to start driving. أوكي، في ثلاث حاجات حلوة قوي بتدينا great discounts لل young driver. في بروجرام اسمه Steer Clear، ده بيبقى على الكمبيوتر، very good training، يعلم الشباب للسواقة والتأني في السواقة، وانه ما يدوش العربيه لاي حد، ويلاحظوا في السبيد ليميتس، ويلاحظوا في كل حاجه تو بي كيرفول، ويبصوا قدام وورا والشمال ويمين والكلام ده كله. فيري جود بروجرام بيبقى على الكمبيوتر اسمه ستير كلير. ستير كلير، كلير، يس، كلير، اس تي اي اي ار، يس، كلير كلير. اوكي ده نمبر 1. نمبر 2، انا هقول لاولادي بقى شوفوا ان ما كنتش هشوف درجات حلوه منكم مش هتسوق، لان الجود جريدز بتدي جريد ديسكاونت، $100 اوفر $100 افري 6 مانثس ديسكاونت، فذاتس جود. في حاجه كمان اسمها الدرايفرز تريننج. درايفرز تريننج بيبقى حلو قوي، يعلمهم الأصول السواقة لليانج درايفر. Yeah, that's nice. في حاجة تانية الناس يعني الايجنت بينسوا يقولوها للبوليسي هولدرز. النهارده if I am 55 and older في ديسكاونت حلو قوي فور درايفنج اسمه سينيورز درايفنج ديسكاونت. طب انا اجيب السينيورز درايفنج ديسكاونت ده و99 من الايجنت ما بيجيبوش سيرته. 55 سنة بيبتدي السينيور درايفنج ديسكاونت. بعد 50 وفي 55 اسمه سينيور درايفنج ديسكاونت. اجيبه ازاي؟ ده في كل امريكا يا ميرا. يعني حتى عندكم في كاليفورنيا لو ماما وبابا درايفنج let them do that test, that training. هياخد 3 ساعات على الكمبيوتر ب $12 اسمه سينيورز درايفنج ديسكاونت اس دي دي. اي جوجل ذا بروجرام، اشتري البروجرام على الانترنت، اعمل البروجرام هي كلها ريفيوينج الساينز اليلد الستوب الميرجينج كل الساينز دي اتس ريفيو عليها. فا it is a refresher course وهتدي ديسكاونت، ما يقولكيش 15% ده كذب، هيدي 5% ديسكاونت، but again it's a discount. Yeah, it's a good discount. طيب why not؟ طب حلو انهم بيبتدوا من سن صغير. ما بيقولوهاش. Yeah. بقولك سن صغير 50 او 55 ده سن صغير يعني. ف بيبقى طريقة تانية ان احنا ناخد الديسكاونت عشان نقلل في الانشورنس. واي نوت؟ شهر مع شهر مع شهر بتفرق كتير. عشان كده انا دايما بتك على انه come on people let's do
ريفيو، حتى اللي بايفون اي جو على كل عربيه، ابص على كل الكفرج بتاع كل عربيه معايا واتاكد ان هم ده اللي عايزينه، وبعدين اقول لهم هل عملتوا الدرايفنج ديسكاونت كورس؟ بقولها Yes. لهم، بقول تعالوا ريفيو، ليت اس ريفيو. That's very nice. بتشوفي سن كل واحد وبتفكريه. اه طبعا بحاول افكر، بس الناس ترد عليا ساعات، ما بيبقوا بيزي ما بيقدروش يردوا، لان فشاطرة مش انت. هتكلم اقول اعملوا جود درايفنج ديسكاونت، لازم اعمل ريفيو معاهم على التليفون واقول لهم عليه. يا لا انت شاطرة يا استاذة مادلين، ربنا يبارك لك. الله يخليك، يا ربنا مباركني، ما اقدرش، I cannot complain. ربنا يحافظ عليكي. طيب يبارك في سؤال يبارك. مهم من مارينا سوريال، بتقول هل ممكن اللايف انشورنس تدفع الميديكال بيمنت وتكون ميديكال بيمنت قديمة مثلا؟ اه طبعا، نوع اللايف انشورنس اللي عندي، هل اللايف انشورنس اللي عندي دي فيها بتبني كاش فاليو اخده منها ادفع الميديكال اكسبنسز ولا لا؟ It depends على البوليس اللي طب عندي. اي بوليصه بتعمل كده يا استاذه مادلين؟ الهول لايف، الهول لايف يا جماعه، الهول لايف احسن واحده، هي دي الهول لايف is the Cadillac of the plans. ده كادلك. اوكي that's amazing. خلاص يبقى لو انت فعلا عايز تقدر تشتري بوليس التامين، اشتري الهول لايف. استاذه مادلين تقدري تساعدي عده ولايات في اللايف انشورنس زي ما اتكلمنا اول الحلقه. كلموني we will work together, no problem. يس طيب الرقم اللي عندنا على الشاشة 724، لو غلط قولي لي غلط، 724-614-8814. ده السيلفون بتاعي، طيب فنخلي الأوفيس نمبر، يس ممكن لو نكتب، بيتكلموا إنجليش يكلموني في الأوفيس طيب ويسيبوا لي نكلم الرقم. الأوفيس أحسن، ممكن نشيل ده دلوقتي بليز ونحط، اتفضلي الرقم الأوفيس كام لو 724 المخرج يكتب ورانا. ثانية واحدة أنا كمان هكتبه، ماشي عشان هما سألوني وأنا قلت لهم هو ده الصح، بس أوكي 7 وات 724 724 652 652 1320 1320. أوكي 724-652 1320، لو معلش الإخراج احنا بس يعني نتعبهم يزودوا لنا الرقم ده 724-652 1320، وده رقم الأوفيس. Yeah. أوكي بيرفكت. أنا عندي 5 نمر في الأوفيس، عايزة أقول لو أنا بكلمهم يعني it's call out number، ممكن تبقى مختلفة عن دي، بس يعرفوا إن مفيش هي مشكلة of course. State Farm، بالتالي بتقول إنه ده State Farm. طيب ده حلو قوي. طيب أستاذة مادلين، ده اللي بالنسبة للسنوم صغير يعملوا الحاجات دي، أو للسنوم آه كبير في حاجات يخلوا تانية درجاتهم حلوة A or B، ويعملوا الدرايفرز تريننج، يس ويعملوا الستير كلير ديسكاونت. وبعدين احنا عندنا مثلا الانشورنس لما بنبتدي سن ال 16 ده بيبقى اكسبنسيف، اوكي. اها اما يوصلوا لسن 19 يس هيرخص، اما يوصلوا لسن 21 هيرخص، هيرخص اما ابتدى. يوصلوا لسن 23 هيرخص، اما يوصلوا لسن 25 هيبقى نورمال ادلت. فهمتك. بيبصوا لها انه دول انكسبيرينس درايفر. فكل ما الاكسبيرينس وبعدين يزيد. عايزه اقول يا جماعه، ما تدوش العربيات يانج درايفر لحد، انا بحب اقابل اليانج درايفر لما بيجوا لي الاوفيس عشان نزود الانشورنس بتاعهم، اقول لهم بليز بليز ما تخلوش حد يلمس عربيتكم، لأن النهارده لو أنا خليت صاحبي يسوق عربيتي وعمل حادثة عليا. بس يوجوالي أستاذة مادلين لما أنا بسوق عربية حد أنا المسؤولة. لا الـ insurance follows the car. Yes مسؤولة، بس the insurance follows the car not the driver. بمعنى إيه؟ يعني عربيتي النهارده، أنا اديتك عربيتي تسوقيها، أوكي رحتي خبطتيها، أنا اللي مسؤولة بالإنشورنس بتاعي. لا الانشورنس بتاعي انا اللي يغطيها. طيب واللي سايق ده يروح يعمل حادثة عادي وما يبقاش عليه أي هحط liability؟ الحادثة على الريكورد بتاعه،
ايوه هتبقى درايفر لايسنس بتاعته، يس، بس مش الانشورنس بتاعك. افرض انت ما عندكيش انشورنس النهارده، معاكي درايفر لايسنس بس ما عندكيش انشورنس، ما عندكيش عربيه. طب افرضي انت عربيتك الانشورنس كان خلصان امبارح ونسيتي تجدديها، عندي جريس بيريود. خلاص عدينا جريس بيريد ونسيتي تعمليها، اصل دي حاجه حصلت قدامي حقيقي، فانا بقول بس عايزه اعرف كان ايه اللي حصل؟ قولي لي القصة بالظبط. لا اللي حصل حاجه غريبه جدا، ان العربيه ما كانش عليها انشورنس، اللي كان سايق ما كانش صاحب العربيه، اللي كان سايق قال للبوليس انا هروح اجيب الانشورنس من عربيتي لان العربيه اللي كان سايقها ما كانش عليها انشورنس. البوليس دي ممكن، دي ممكن، بس ممكن. لو ما كانش، لو التاني عنده انشورنس على عربية، على العربية دي اللي ساقها، ايوه يبقى الانشورنس ده اللي هيكفرت. اوكي، يعني في الكيس ان بس انا العرب ممكن انقل الانشورنس بتاع عربيتي اها لتصليح العربية دي يعني ما نديش لحد قوي عشان ما حد فيش انشورنس عليها، عشان ما فيش انشورنس عليها، بس لو في عشان ما عليها فيش انشورنس انشورنس. اوكي. ده قصة تانية. فهمتك. طيب عندنا سؤال، انا كنت في حادثة ما بين عربيتين والبوليس كاتب انها مش غلطتي، بس الانشورنس بيقول غلطة الانشورنس بتاع العربية اللي ورايا، قال دي غلطة العربية اللي قدام والعكس، اعمل ايه؟ بقالي 3 سنين وشركتي رفع عليا قضية. أنا مش عارفة السؤال أنا قريته صح ولا لأ، بس هي كانت مش بين فاهمة عربيتين، السؤال بالظبط. يعني ممكن كان في عربية تقول قدامها وعربية وراها وهي كانت في النص، فالتلاتة خبطوا في بعض. 3 car accident. بس اللي طبعا وراها اللي ورا اللي هو خبطها، اللي هو زقع اللي قدامها، ده المفروض. مسؤول بالاثنين اللي قدامه بس بقى وعربيته. بتقولك بقالي 3 سنين وشركتها رفع قضية عليها، مش عارفة شركة ايه دي اللي رفع قضية ليه عليها. ليه ليه الشركة رافعة عليه قضيها؟ ليه؟ بيقولوا ايه؟ بتقول ان هي اللي العربية اللي وراها قالت ان هي اللي غلطانة، وقفت وقف مرة واحدة، والعربية طبعا اللي قدامها بتقول هي غلطانة، هي اللي خبطتها. لا، I must غريبة. have control over my vehicle at all time. لو أنا خبطت العربية اللي قدامي يبقى غلطتي أنا، ما أقدرش أقول العربية وقفت suddenly، لأن أنا قدامي، يبقى أنا لازم أعمل المسافة، حساب للمسافة اللي بيني ما بين عربية العربية اللي قدامي. طبعا. يبقى دي غلطة العربية اللي ورا خالص اللي خبطتها وما بيخليتها تخبط العربية اللي قدامها. ده حقيقي، حتى البوليس قال ان هي مش غلطتها، المفروض ما يكونش في لا لا، مشكلة. مش غلطتها طبعا. لا، فايتت يا ما بيقول مارينا. لك، عارفة ما يبقى سنو والجو زي الزفت واتزحلق واخبط حد تاني ونقول له الويذر اتس ماي فولت، طيب. انا عايز اتك على النقطة دي، ات از ماي فولت ات اول تايم، I must have full control over my vehicle. طيب هي بتقول انها اتخبطت من ورا، بس اي خبطة من ورا حتى لو هو اللي كان قدام وقف مرة واحدة، القانون هنا It في doesn't امريكا matter. بيقول It doesn't matter. انها غلطة اللي ورا. طبعا. للأسف هي برضو يعني ساعات الناس بتقف كده، بس انت لازم تكون مركز جدا، يعني طبعا. دي من حاجة من الحاجات الغريبة، بس هو القانون بيقول كده، فانت ما عندكيش مشكلة مارينا، حتى لو كنت وقفتي مرة واحدة برضو هو المفروض كان وازاي يبقى مركز. الشركة بتاعتها بتقول غلطتها بتقول ولا انها رفع رفع عليها عليها قضية. قضية؟ ليه؟ ليه؟ غريبة غريبة جدا. عايزة أعرف، بيقولوا إيه؟ ليه رافعين عليها قضية؟ مش عارفة مارينا، ممكن تكلمي أستاذة مادلين وتشرحي لها الموقف بتاعك. هي في أي ولاية هي أنا مارينا؟ مش عارفة هي في أي ولاية، ممكن تقولي لنا دلوقتي هي في ولاية ايه، ويعني ربنا يسهل، لو في أي حاجة تقدري تساعديها بيها أو فكرة من الأفكار هيبقى كويس يا أستاذة مادلين. لا، تحت أمرها. ميرسي استاذه معدن. لما انا ببقى في شركه ببقى احس ان انا مرتاحه في الشركه دي، بقالي 5 سنين بقالي 10 سنين، بس ما اعرفش ان في حاجات شركه تانية ممكن تديني اسعار احسن، تديني خدمه أنا احسن. ما أروحش ورا الأسعار. هقول لك ليه. مثلا حاجات كتير قوي الأسعار، مثلا يدولك النهارده في شركة ده بتديني سعر رخيص قوي قوي قوي، بس عارفة إيه اللي بيعملوه؟ يا بيجننوكي وقت الكليم نمبر 1،
نمبر 2 يحطوا لك كوريان بارتس في العربيه، يعني قول مثلا انت عندك لكسس، عندك كادلك، عندك تويوتا، يحطوا لك افتر ماركت بارتس كوري ميد ان كوريا، مش كومباني بارتس. ايوه النهارده انا لو عربيتي تويوتا عايزه ابقى تويوتا بارتس عشان تفت رايت، ما ايوه اخدش حاجات افتر ماركت بارتس ميد ان كوريا، اي حاجه تسد ال البارت نفسها مصنوعه فيري تشيبلي ميد. وده اللي هيحصل، ده لما هتروحي للديلر هيقول لك او البليس اللي انت هتصلحي فيه هيشترطوا دي البارتس اللي هم هيدفعوا ليها. ممكن تبقى بارتس مصدية ويلمعوها ويحطوها وهتصدي تاني، يبقى يا فرحتي انا خدت ايوه سعر قليل بس في نفس الوقت عربيتي مش متصلحة رايت. بس ايوه ده اللي هتشترط عليه شركة التأمين، انه ده اللي يدفع، ده ايوه اللي هم هيدفعوا له. هل البوليسي هولدر عرف ولا يعرف حاجة؟ وكله يقول لك العربية اتصلحت، ده حقيقي. ولا وتبقى الشركة. يعني انا عندي واحد من البوليسي هولدر بتاعي وممكن يبقى بيتفرج عليا، عمل حادثة اتخبط من ورا قدام الستوب قدام الريد لايت، كان واقف يعني. وبعد كده اللي خبطته من ورا قالت له، قالوا له شركة التأمين بتاعتها قالت له oh no you backed up at the red light and you hit her. لا أنا كنت واقف في الريد لايت بتاعي بس. فبعد كده لولا ان انا عرفت ام البنت بالصدفه بلد صغيره ونعرف بعض، بس قلت له لا ده انا اعرف ام البنت دي، خليني طب اكلمها واشوف ايه الموضوع. فكلمت الام قالت لي طب خليني اكلم بنتي اشوف ايه اللي حصل. ايوه البنت اعترفت ان هي خبطت الفلان ده في عربيته من ورا وصلحت العربيه على الشركه اللي مسؤول تصلح. طبعا يس. فياما في شركات وتقول لك لا ده انت اللي رجعت وخبطت، لا مش او ما يردوش عليك. انا مره في شركه جننتني خبطوا اندرو من ورا وثلاث شهور على ما العربيه اتصلحت ولا ادونا رنتر. واتكلمي بقى تلاقي نيويورك بيرد عليك، تلاقي دنفر بترد عليك، تلاقي مش عارفه نورث كارولينا بترد عليك، ولا ده عارف ايه ده اللي بيحصل هنا، ولا صحيح. ده عارف ايه اللي بيحصل هنا، وتبتدي تقولي الكلام من الاول، ولا ادونا عربيه عشان الولد يستعملها ولا حاجه. كانت جهنم. ايوه طيب، يا عشان كده لازم. يعني ما بتحصل حاجه زي كده تحصل بروبلم لبوليسي هولدر، ما ستيت فارم مش هتلاقي اللي يرد عليه في كارولاينا وكده، كلمي الايجنت، الايجنت هيحطك على الرايت كليم اوفيس اللي يهندل البروبلم. هي مارينا بتقول انها من تكساس، بس يا مارينا علشان انا بس مش عارفة يعني، عشان بتكتب انجليش وعربي تقريبا مع بعض، انا مش عارفة، مش فاهمة السؤال كويس. لو حبيبتي تقدري تكلمي استاذة مادلين بعد اذنك، يا استاذة مادلين تساعديها كلمني حاضر، تتناقشي معاها. شكرا. انا مش عارفه هي مع اي شركه. طبعا هي تقول لك احسن من يعني ما نتكلمش اوكي على شركات تانية. طيب استاذة مادلين، مهم قوي ان احنا في اي اكسيدنت ان احنا نكيب كالم، وان احنا ناخد بيانات اللي عمل معانا حادثة. على طول بالكاميرا خدوا الانشورنس كارد بتاع البيرسون اللي خبط، على طول انشورنس كارد and copy of the driver license يس، وصوروا الخبطة. صوروها فيديو كمان ممكن، او صورة او فيديو يعني، بيبقى احسن عشان تجيب كل الموقف، ويبقى دايما في شاهد صوروا. ما يكونش معاك في العربية برضو، ده بيقوي الموقف بتاعك. طيب استاذة مادلين، الناس اللي يقولوا لك نبدل انشورنس ومش لازم نجيب البوليس، ايه رأيك في الموضوع ده؟ مش لازم يتقابل البوليس، البوليس هيعمل ايه؟ اوكي. الا لو ميجر اكسيدنت، بس حاجة يعني سكراتش ولا بتاع، جبت بولي اجيب بوليس ليه؟ اوكي طيب جميل، شكرا ليكي جدا. طب استاذه مادن، احنا اتكلمنا على الهوم انشورنس بس ما اتكلمناش على الامبريلا. هل الامبريلا
هقول لك حاجة بقى، أنا النهاردة كتبت واحدة والابليكيشن كلها كانت نيو وان طب وطريقة بس بس. قبل ما تتكلمي على الامبريلا، انا عايزه اعرف لو في عندي بيت في ولايه وبيت في ولايه تانية، ده هنحتاج تو امبريلا؟ لا وان امبريلا would cover it. اوكي طيب Good اتفضلي. question, very good question. لا وان امبريلا would cover it. اوكي طيب اتفضلي، ممكن تكلمينا على الامبريلا؟ اوكي. الامبريلا بتعمل ايه؟ الامبريلا is very important. النهارده لما بكتب الكار انشورنس بتاعتي واكتب الهوم، برفع لازم اوصل بالكار انشورنس لايبيليتي ل 250,000. الكار انشورنس نفسها 250,000. 250,000 اوكي وبعد كده هتيجي الامبريلا، هترفع ارخص طريقه اعلي بيها الامبريلا كفرج، ان انا اشتري الكار انشورنس 250. النهارده كتبت امبريلا بوليسي، فكانت وان درايفر وان كار البيت والكارز. $112 في السنه، $9 في الشهر، كانت $9 and 33 سنتس ده رخيصة جدا، طبعا. لا رخيصة وبعدين جدا. وأمبريلا، بتكفر مي اب تو ا مليون. واو. يعني انا بيجي لي حاجات في الاكسيدنت، ناس فابريكيتس البروبلم بتاعتهم عشان ياخدوا فلوس من الاذر بيبل ذات هيت ذم. مظبوط. طيب هو الأمبريلا النهارده كبيرة انا قوي. احط الامبريلا واريح روحي وخلي الكومباني طب بقى تتخانق. طبعا من اهم الانشورنس الامبريلا، خلينا نتكلم عليها بالتفصيل، بس ناخد استاذ عادل اعتقد. يعني لما ابقى بروفيشنال بيرسون وعندي، يعني عندي بيت وعندي العربيات، ده عربية واحدة، عايزة أقول لو في عربيتين بتنين هتبقى بتنين. اغلى شوية. طيب خلينا نتكلم بالتفصيل عليها، ناخد استاذ عماد وبعدين نتكلم بالتفصيل، لان انا عندي اسئلة كتير فيها. اتفضل يا فندم. مساء الخير مدام نبلين. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك، مع حضرتك عماد بنوب من ماساتشوستس. أهلا الحقيقة أهلا. معلومات عظيمة جدا، احنا محتاجين الكلام ده بشدة. انا بشكرك وبشكر طبعا القناة الله وكل القائمين يخليك، على الله البرنامج. يخليك، شكرا. الله يخليك. مدام مادلين، عايزين نعرف ايه البروسيجر المظبوطة لما تحصل حادثة لا قدر الله، لان كل اللي حضرتك بتحكيه حصل لي بالتفصيل. انا قعدت حوالي 3 شهور اجري ورا شركه الانشورنس بتاعت الراجل اللي عمل لي الحادثه بنفس اللي حصل، برضو ريد لايت، وجات هو يعني خبطني من ورايا، كانت يلو لايت اكشلي، ولكن البوليس اوفيسر سجلها لي مظبوط، لان هو التاني اللي غلطان، قالوا لو حتى جرين لايت وهو وقف عشان طفل او عشان حاجه برضو انت اللي غلطان. ولكن قعدت حوالي 3 شهور عشان اقدر اخد حقي من الشركة التانية. طبعا ده ايه هي البروسيجر بتاخد المظبوط، وقت نعمل احيانا ايه؟ لما بيتحروا على ان هم يعرفوا مين اللي از ات فولت ومين اللي از نوت ات فولت. بس بالنسبه لايه، حقك في العربيه، تصليح العربيه، ولا you got hurt bodily injury؟ لا بالنسبة للعربية، لأن هي كانت توتال لوس، لأن الخبطة كانت من عربية ثلاث تراك. شهور عشان توتال لوس؟ يس. لا ده كتيرة أوي، كتيرة أوي. حرك يعني ازاي الواحد ياخد المفروض حق على يعني طول. يقدر؟ أنا ابني واحد خبطه برضو، ران ستوب ساين، والعربية عنده عربية مرسيدس ونيو از نوت اولد، وات واز توتال لوس، وعلى طول within less than 2 weeks he got the check right away. طيب ما هو الدوخة الواحد دخلها دي ما هي غلط غلط، عشان كده انا فازاي؟ بقول ما نسترخص في الكومبانيز، بيجننوا. بالظبط كده، ساعات انا مش كومبانيز عايز اقول بيدخلوا ادولنا الخير الشركات بجد. المحترمة، بس الواحد ازاي يعرف ان الشركة دي كويسة او لا؟ 3 شهور كتيرة، يعني 3 شهور تمام في يا فندم. الرابطة الواحد عايز يعرف ايه عارف. الشركات ساعات المحترمة شركات اللي يقدر بتبقى يتعاقد معاها. يمكن عشان الكورونا
لانه في كتير من الشركات كل موظفينا بيشتغلوا من البيت، بس طبعا 3 شهور زلات، بس كان لازم تفضل وراهم. I need solution, I need a car، لان هما لازم يسيبوا معاك الرنتال فيكل لغايه ما يدوك التشيك، تمام يا فندم. مش كده؟ تمام، كل ده حصل، بس بعد fighting every day على التليفون. ده اللي انا بقول عليه، ازاي الواحد يوصل. انا عايز يعني مش عارف اقول، ينفع تقول لنا اسماء الشركات المحترمه اللي الواحد يتعاقد معاها؟ تقول لك ستيت فارم طبعا. اكيد. لا طيب، انت محتاج ايجنت يفايت فور يو، يتخلي يقول لك ادفعوا له الشيك. صح، هو الايجنت هي يعني محتاج ايجنت يتخانق. انا اروح للايجنت لو ما اشتريتهاش اونلاين الانشورنس، اروح للايجنت واقول له انا مش هسيب المكتب غير لما تحل لي البروبلم دي، ان اي نيد ا كار. وهل الايجنت يقدر يعمل كده؟ نعم. هل الايجنت عنده الاثوريتي انه يخلص الموضوع؟ طبعا، يعني عنده الاثوريتي يتخانق يقول لهم I don't want to lose my policy holder. This is a policy holder I care for. I need solution. Why isn't he being paid? ليه ما راحلوش الشيك؟ امال انا لازمتي ايه بقى في المكتب؟ ان انا I step in and fight. تمام، انا شاكر جدا لحضرتك. اعرف ايه السبب انه الشيك ما طلعش. Total loss. Okay. What's the delay? Exactly. لا طبعا البوليسي كانت من ايجنت مش اونلاين، وبقالي معاهم فتره طويله، ولكن البروسيجر خدت وقت يعني اكتر من اللازم. طبعا. وسابوا لك العربيه اللي مأجرها؟ كانوا بيعملوا لي اكستنشن الحقيقه، بس الفكره ان يعني اخرت الموضوع ايه، لان في يوم وليله كل شويه على الرنت. ايه السبب ان هم مش بيدوا لك الشيك؟ زي ما حضرتك قلتي، بيروحوا وما بيرجعوش، بضطر ان انا اتصل مره واثنين وثلاثه، وكل شويه يردوا عليا من اوفيس مختلف. يس، وما فيش وان بيرسون هاندلنج ذا كليم. الحقيقه يعني انا مثلا فاينلي لما انا جيت نيرفز ويعني بعد فايتنج كتير، قلت لهم لا الموضوع مش هيخلص بالطريقه دي، لازم اشوف لوير يعني عشان اخلص الموضوع. بدات الموضوع يتحرك وخلص، بس بعد 3 شهور. يعني انا مثلا لما افتح البوليسي هولدر ريكورد عندي وفي كليم، عندي اسم الكليم هاندلر، فبتصل بالكليم هاندلر واخد منه المعلومات ليه الكليم از نوت تيكن كير اوف. تمام، ميرسي خالص يا فندم، اشكرك جدا. شكرا لحضرتك، لا تحت امرك. طيب، هو طبعا هو اثار يعني نقطه مهمه جدا. وسؤال جالنا دلوقتي، ايه 1 2 3 لما عربيتي تتخبط، وانا اعمل ايه؟ النصيحه اللي اعملها علشان ما يتاخرش عليا البوليسي البيمنت بتاعتي. شوفي، على طول انا زي ما بقول، اخد بالتليفون بتاعي، اخد صوره للانشورنس كارد، واتاكد انه اكتف بوليسي. ابص في الديتس، ما يكونوش يدوني كده في زحمة الأكسيدنت. أولد إنشورنس كارد، يبقى ما عندهمش إنشورنس. وأخد كوبي من الدرايفر لايسنس بتاعتهم. Yes. وأخد صورة من الدامج للعربيتين. ده حقيقي. ده مسموح إن أنا أقدر أخد بالتليفون بتاعي صور من الكلام ده كله؟ نعم، طبعًا، ليه لأ؟ شكرا جدا استاذ عماد. يعني انا واحده كلمتني امبارح، انا العربيه بتاعتي باركد وانا في الشغل، ان دهولي قالوا لي عربيتك اتخبطت، فطلعت بره. بص، قلت لها على طول صوري الخبطه، وبعتت لي صوره من الانشورنس كارد بتاع بتاعت الشخص الثاني، والدمج بتاع عربيته، بالكاميرا بتاعت التليفون كده وريتني النهارده ايه الدمج وفين الدمج والكلام ده. والبنت التانيه ما كانتش كلمت الانشورنس كومباني تقول لها، كلمتهم بس ما حطتش كليم.
بس رحت انا متصل على طول بالكليم، وحطينا الكليم وخلصنا كله، خدت كليم نمبر، وقلت لها خدي العربية عند الديلر، عربية كانت 2020 تويوتا سيانا، وقلت لها ادي بالكليم نمبر، الديلر هيتفق مع ستيت فارم، وستيت فارم هتدفع. يعني على طول من الديلر لل يس يس عشان يريح دماغه. طيب السؤال حلو قوي، سؤال جالنا بيقول لو اللي خبطني ما عندوش انشورنس، عايزين نتكلم على الان انشورد موتور. اوكي. الان انشورد واندر انشورد، في ولايات بتجمع الان انشورد اندر انشورد توجذر في وان ان انشورد، وولايه زي بنسلفانيا عندنا الان انشورد والاندر انشورد ار سيبريت سيبريت كفرج. اوكي طب ده ما بيدفعش لتصليح العربيه، في uninsured bodily injury أو property damage، ده يصلح العربية لو أنا مشترياه، بس ده مش في بنسلفانيا، ده مثلا في أوهايو uninsured property damage. يبقى بالطريقة دي لو أنا اشتريت الكفرج دون، يبقى الان انشور عربيتي لو اتخبطت بان انشورد، يعني حد ما عندوش انشورنس ان انشورد، يبقى عربيتي هتتصلح. وبيبقى مبلغ صغير جدا. انا عارفه يا استاذه مش مادلين. غالي عندنا في بنسلفانيا، اقول لك لا، الان انشورد والاندر انشورد بادلي انجري. يعني ايه بادي انجري؟ النهارده انا حد خبطني واخد كتفي واجعني ومش قادره اشتغل وتعبانه، او الشولدر اتكسر او بتاع، في الحاله دي ميديكال الاكس راي، لو انا رحت الهوسبيتال لو حاجه زي كده، الميديكال بارت اللي هيكفر بتاعي. بس نقول ان انا دلوقتي عايزه خدمه في البيت، مش قادرة اشيل، مش قادرة اطبخ، مش قادرة اعمل كذا، يبقى الانشورد هيكفر مي، ايوه انشورد هاي او كفرنج. انشورد يعني ما عنديش، ما فيش انشورنس خالص عند الشخص التاني، يبقى اجي على البوليسة بتاعتي واخد منها كفرج فور انشورد كفرج. Let's say الـ other person had insurance، بس إذا وهو اللايبيليتي بارت اللي هتدفع لي، اللايبيليتي بتاعته اللي هتدفع لي، بس نقول هو عنده اللايبيليتي 15000 اللي هو البير مينيمم. أيوة طب يبقى هو از اندر انشورد، يبقى الاندر انشورنس بتاعي اللي هيكفرني. طيب، هو انا عمري ما سمعت عن الاندر انشورنس. هو احنا عندنا هنا في كاليفورنيا ان انشورد موتور، هو ده اللي حلو بينفع ناس كتير. هم they are combining الاثنين في وان. عندكم ايوه احنا عندنا لا، مقسمينها ان انشورد عشان واندر انشورد يتعبوكوا شوية كمان يا أستاذة مادلين. عشان ياخدوا فلوس اكتر مننا. حبيبتي يا أستاذة مادلين. طيب طيب احنا يعني اتكلمنا في حاجات مفيدة كتير، هل في اي نوع انشورنس ثاني ما اتكلمناش عليه؟ احنا اتكلمنا على الكار انشورنس، اللي الهوم عايزه انشورنس. اقوله، عايزه اقوله that is very very important. طبعا ايوه النهارده لما بشتري بيت ايوه بنصح الناس كلها تجيب المورجج لايف انشورنس mortgage life insurance. ومورجج ديسابيليتي انشورنس. اوكي، ده عشان نفهم الناس، ده اللايف انشورنس اللي بيغطي المورجج لو بعد الشر حصل لأي حد حاجة. والمورجج ديسابيليتي انشورنس is حلو، ده the مهم، part if I become disabled مين يدفعوا لهم هيدفع المورجج. المورجج؟ مين اللي هيدفع المورجج؟ طب افرضي انا اشتريت النهارده اللايف انشورنس بتاعت المورجج او الديسابيليتي انشورنس، وبعدين تعبت بعد الشر الشهر اللي بعده، تعبت ولازم حد بقى يدفع المورجج، هل هيقولي لا انت لسه جديد؟ No. From day one البوليس لما تطلع الكفرج ستارتس، ما دام البوليسة طلعت الكفرج از ستارت رايت اوي. هقول لك قصة، قوليلي. انا مرة جولي كان ديسمبر،
وتالي قلتها كمان في البروجرام قبل كده. husband and wife came, كانوا لسه married, they came, I sold them life insurance, هما الاثنين. I sold life insurance للhusband. I remember it, it كان Memorial Day weekend, يعني بين ديسمبر و Memorial Day weekend آخر ماي, 5 months, صح؟ تقريبا يس. لقيت في الجورنال he dropped dead. يعني ايه معلش؟ وقع مات. dropped dead. اوكي الراجل نفسه. الراجل وقع في الشاور بياخد شاور طب مات. حبيبي فانا رحت, انا دايما اروح الفيونرال هوم. اول ما دخلت الفيونرال هوم مامته على طول قالت لي is he covered؟ قلت لها طبعا. بوليسة طلعت definitely is covered. اول سؤال الام سالتوني is he covered؟ قلت لها yes he is covered. والبوليسة دفعت. طب حلو قوي انك قلت النهارده الست ما تنساش ان انا في قعدة الهوم اونر اللي انا كتبته جبت سيرة اللايف انشورنس وعملته لايف انشورنس اقتنعوا بيها وكتبتها. انا فاكرة يومها كنت انا وجوزي كنا رايحين كريسمس بارتي و I was late taking care of them. يا حبيبتي يعني لولا الوقت اللي انت اتأخرتيه ده كانت تحصل مشكلة كبيرة مع الفاميلي. انا بالنسبة لي البروتكشن فور ذا فاميلي از اكستريملي امبورتنت. طيب خليني اسالك لان جبتي سيره الماما او الام, علشان كنت عايز اسالك في اول الحلقه هل ممكن اجيب بوليسه لجوزي وعيالي او لمراتي واولادي وكمان للفاميلي ماما مش وبابا؟ مش انا اللي هجيبه لهم, هم لازم يبقوا هم موجودين في الاوفيس عشان يمدوا. يعني يا الا بالتليفون يمدوا او بالتليفون يمدوا. اوكي لو انا الاونر بتاعت بوليسه جوزي يبقى انا همدي كاونر, يبقى جوزي هيمدي كانشورد. ايوه فاهم. يعني الحقيقه في حاله حصلت وانا قلت يا ريتني كنت عملت دي. ايه اللي حصل؟ ايوه husband and wife, بس يظهر الوايف بيكيم وهي ما كانتش بتشتغل, يعني الوايف ما اشتغلتش. جه الراجل وعايز يشتري بوليسة لمراته. بس بعد فترة مش كتيرة اتخانقوا, بس هي كانت عملت فلوس في البوليسة يعني عملت مبلغ حلو. اتخانقوا و they got divorced. ايوه. ومين اللي بيدفع للبوليسة؟ مش بقى مين اللي بيدفع, مش مشكلة مين اللي بيدفع, مين اللي هيستفيد دلوقتي؟ الهازبن هو البنفيشي بس هيستفيد لو في وفاة. انما النهاردة هو اللي مسؤول بيدفع للبوليسة, هي ما بتدفعش. ايوة. I should have made him the owner to cash it. I never thought of that at the time. لان انا if I made him the owner هو الكنترولينج البوليسة هو اللي بيدفع للبوليسة اوكي اعمله الاونر. طيب ممكن اجيب بالطريقة دي he has no control over her policy. طيب حلو قوي. ممكن اجيب بوليسة لكذا حد باسرتي او اسرتي مامتي بابايا اخويا اختي يعني ممكن اشتري كذا بوليسة زي ما انا عايز. طبعا. طيب في سؤال جالي انا مش فاهماه خالص, بيقول لو عملت حادثه والانشورنس بتاعي لابس, ما اعرفش ايه لابس دي, وتتحدد يعني انتهى يعني انتهى. اوكي كانسلت. كانسل وتحدد لي ما دفعتش. تحدد لي ميعاد محكمه اعمل ايه عشان دي غلطتي بس ظروفي جت كده. عمل حادثه. عمل حادثه والانشورنس بتاعي اتكنسل وتحدد لي ميعاد محكمه اعمل ايه عشان دي غلطتي بس ظروفي جت كده. بالعكس يروح بمنتهى الأمانة يقول I am sorry it lapsed, I didn't know, I had no idea it lapsed, I'm sorry. فممكن الانشورنس بتاع الأذر بيرسون يصلح له العربية, ممكن المحكمة تقول له يبقى عليك أنت تصلح العربية حسب الظروف حسب الجادج. ده بقى في الوقت ده الأمبريلا هنا بتفيد لأنه ممكن يرجع على بيته. No.
umbrella is a liability policy. طيب هما ممكن يرجعوا على بيته ولا ما يرجعوش؟ ممكن. طيب ولو عندي umbrella، الأمبريلا تحميني ولا ما تحمينيش؟ No, umbrella is a liability policy. يعني ايه umbrella يا ميرا؟ ايوه يعني umbrella. النهارده انا جبت واحد كهربائي يعمل شغل في البيت عندي ووقع ووقع مثلا او من اتكهرب. سلم وكسر دماغه، لابلتي الناس اللي تقع قدام بيتك او بيتك او كلب يعني يعضهم مثلا. او كلب عض او ايوه فهمتك. اتزحلقت على التلج ووقعت على ظهري كسرت الشولدر كسرت ظهري ايوه فهمتك صح. كسرت الهيب. دي ملهاش دعوة بالامبريلا. الميديكال عندي في البيت هيدفع، وبعدين اللايبيليتي بتاعت البيت بتاعي هتدفع، اوكي وبعدين لو زيادة عن اللايبيليتي بتاعت البيت اللي عندي كفريج هتدخل الامبريلا. فهمتك. هي الامبريلا بتمنع انه حد ياخد بيتي لو انا غلطانة وعورت حد، ايوه حد وقع في بيتي فهمتك. يس حد وقع في بيتي لكن لو في حادثة ومفيش انشورنس ممكن او في يرجعوا على البيت حد، يا لا جماعة. حادثه، حد خبطني، ماي شولد ماي باك از كيلينج مي، وانا هدفع بنص مليون، هرفع قضيه بنص مليون. النهارده البيت هيدفع up to 100,000 whatever I have liability on my home، وبعدين الامبريلا will kick in. طيب الجريس بيريود اللي انت قلتي لي عليها كام يوم؟ في companies بتدي 2 weeks، في companies بتدي 30 days. 30 days. طب ده كويس It قوي. depends on company. هما usually ال insurance company شاطرين قوي انهم يبعتوا لك جوابات كتير وكده، فما مش بس نقطعش كده، ما عايز اقول حاجة، انا عندي one girl في المكتب بتاعي daily daily to call everyone that their insurance is going to cancel. يس. جالي واحد من عندنا من الكنيسة، الحقيني الحقيني، قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ده انا الانشورنس بتاعي كنسل 6 شهور فاتوا، انا مع ستيت فارم. قلت له طب مين الايجنت بتاعه؟ الايجنت بتاعه حلو قوي قوي قوي، شخص انا بحبه جدا. قال لي بس ما كلمنيش. قلت له معقولة ما عندوش حد يتكلم؟ قال لي لا ما حدش كلمني. قلت له بس هقول لك انت، هو الايجنت يكلمك؟ دي كورتسي من الايجنت. ايوه بس دي مسؤوليتك انت في الاخر. في نفس الوقت انت هيجي لك ديو ديت، يس. و هيجي لك your insurance will be cancelled on that day، وهيجي لك تالت letter تقول لك your insurance is cancelled. كل الجوابات دي انت راحت. جالك 3 letters من الكومباني. يعني انا لما بكلمك، انا بكلمك اخليك تستعد تجهز الفلوس عشان الانشورنس بتاعك does not lapse. دي كورتسي من عندي، it's a courtesy call. وبقول للبنات اما تردوا على التليفون تقولوا this is a courtesy call because your insurance is gonna cancel and we don't want it. طبعا الانشورنس ما ينفعش نلعب معاه لانه يعني برايورتي في حياتنا ومن اهم الحاجات في حياتنا. يعني قبل اي حاجه لازم يكون عندنا انشورنس لو سايقين عربيه او عندنا بيت طبعا. طيب استاذه مادلين احنا بنشكرك جدا جدا، كنا عايزين نتكلم شويه اكتر على الامبريلا بس خلينا نتكلم عشان الامبريلا فيها جوانب صغيره كتير ومهمه، ان شاء الله نكملها الحلقه الجايه، احنا طولنا عليكي النهارده. لا ابدا، اتحملكم في اي وقت يا ميرا، انا عارفه انا بتدلع عليكي كتير وبتفضلي ايوه تكلم. تدلي عليا كتير بس اتس اوكي، اهم حاجه تيجي في الاخر. بس يعني انا بكلمها على طول وبحبها جدا، وبعدين في راح الدير قريب وهتصلي لنا كلنا وتصلي كل المشاهدين في الدير بكره صح؟ ان شاء الله ان شاء الله ضروري ان شاء الله. بليز يا استاذه مادلين ربنا يحافظ انا عليكي. بشكر جميع المشاهدين شكرا ليك وربنا يوفقهم كلهم، يا رب اديني امين. سؤال انا تحت امرهم، ثانك وبحب يو، القناه جدا جدا احنا وبحب بنحبك كمان، حبايبي. انتي يعني حبيبتنا. كل واحده بكلمها في القناه بشر انك اخت ليا، ربنا يخليكي اختي كلنا صغيره بنحبك. جدا.
كلنا بنحبك good وانت. love you all، وكلكم جمال جدا جدا، القناة جميلة جدا، واحنا وانت عشرة بتعملي عمر. مجهود جامد الحقيقة يا ميرا، انت بتجيبي ناس حلوة قوي، شكرا. ودي شغلانة مش سهلة، فربنا يبارك ويسهل صدقيني انا كلكم. بقول ان ربنا كل اسبوع يبعت لي هديه من السماء كده، حد حلو يطلع معايا، والنهارده انت الهديه بتاعتي وبتاعت يا الساده المشاهدين. thank you. انا احب اساعد اي حد، ببقى شكرا. في منتهى السعاده لما بشر ان انا بفيد حد. ميرسي يا حبيبتي، وربنا يعوضك ويقعد في عيالك واحفادك يا استاذه مادلين، طيب يا حبيبتي، ودايما طيب بخير، وتكوني معانا وتعلمينا كتير وبتنورينا كل ربنا مره يخليك. والتانيه. thank you شكرا حبيبتي، ليك يا استاذه مادلين، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. واعزائنا المشاهدين، سعيدين، وإن شاء الله عيد أيام ما يبقى علينا كلنا بخير يا رب. امين يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه طبعا الصوم، طبعا احنا الصيام ابتدى، والشهر ده شهر القديسين كله بركه، كان البابا كرولوس، وفي ابونا بابا بشوي كرولوس كامل وبابا حبيبي، شنودة وبابا شنوده. وأجمل خبر، فاكرة كنت بقول لك إيه؟ ايه، على الرهبان هيطلعوا براءة. انا صدقيني سمعت الخبر ده، بس انا مش عايزه اتكلم عليه يس لان انا مش عارفه ده حقيقي ولا لا. يس، ده انا عمال اشوف، طلع هو كل داعش شويه اعترفوا احنا مش ما عارف. عندناش رهبان تقتل، احنا ايوه كنيستنا جميله وقويه، ونشكر ربنا ان احنا اولاد كنيستنا. طبعا طبعا، لا ربنا ده يحافظ عليهم اجمل ويبين خبر. براءة كل مظلوم يا رب. اتظلموا يا ربي، اتظلموا، بس يعني هو يسوع بيدافع على المظلومين. طبعا طبعا ربنا نطلب، يحافظ وعايزة عليهم. أقول لكل واحد عنده أي مشكلة، سواء مرض سواء بروبلم سواء أي حاجة، تكلموا مع يسوع. يسوع جميل وحلو حنين قوي، وبيسمع يا نو حنين وجميل، وبيسمع. طبعا بيسمع وكمان بيحقق لك كل الاحلام وكل اللي انت صدقني ما بياخد باله حلمتوش من بيه أقل كمان. حاجة محتاجين لها صدقيني بيسمع. يس يعني. طبعا، كل واحد في حياته معجزات جميله قوي قوي، ويعني كل يوم بنختبر جمال ربنا وقد ايه بيحبنا ما وحنين دام عليه. بنقدر نمشي النهارده ببركة كتبت على ربنا. الفيسبوك كده يا استاذه مادلين، لما تدخلي شوفي كتبت ايه على الفيسبوك بتاعي، قلت لو انت صحيت وحطيت رجلك على الارض ايوه صح، قريتها قريتيها، قلت ده قريتها يا الحب ميرا. اما انا الكبير. علقت لك عليها، قلت لك طبعا حبيبتي، طبعا. فدي من اهم لا الحاجات، ان انت بتتنفس، ان انت حواليك عيله، ان انت حواليك ناس، ان انت هو ده الحب يعني الحقيقي في حياتنا. ربنا حافظ عليكي ويخلي حياتك كلها سلام ومحبة يا أستاذة مادلين، أنتي وأسرتك. شكرا شكرا ليكي. أعزائنا المشاهدين، دايما ببقى فرحانة، دايما ضيوفي بيخلوني يعني نوصل مع بعض الكلام جميل ونقول حاجات جميلة جدا، وكمان بيمتعونا ويفهمونا، وكمان بيلهمونا ان احنا نكون اشطر، ان احنا نشتغل اكتر. استاذة مادلين بتقول بقى لها 35 سنة بتشتغل في الانشورنس، وبتقول لك في كورونا ما قفلتش ولا يوم، مع ان ممكن تقول انا اشتغلت كتير، طب اريح شوية، طيب ما كل الناس قافلة اشمعنى انا افتح. يعني نتعلم من الناس الحلوة دي، ربنا بيديها لنا علشان نتعلم منها ونكون أمناء في القليل، فربنا يخلينا مسؤولين عن الكتير. ربنا يحافظ عليكم جدا جدا، دايما صلوا بليز للبرنامج، لأن أنا ببقى محتارة هجيب مين يساعدكم ويفهمكم ويفهمني ويعلمني أنا كمان. فصلوا البرنامج ونصلي لبعض كتير، لان زي ما بقول لكم في كل حلقه اقولها لكم، ان لما بنصلي لبعض ربنا بيشوف يقول يا حبيبي ده بيصلي لاخوه، بيصلي لجاره، بيصلي لزميله في الشغل، حتى لو زميله متعب ولا اي حاجه، فانا هدي لهم هما الاثنين بركات. فحلو قوي قوي الصلاه. عايز اقول لكم بكره يوم مهم جدا بالنسبه لي، لان معانا استاذ ايهاب رمزي، هو هو من اشطر الناس اللي في العالم كله، بيذاكروا انجلش للناس وبيعلموهم، وعنده كورسات كتير جدا. كنت لسه بتكلم معاه امبارح، قال لي ان هو عنده حاجه اسمها ساندويتش لانجويج، ده بيقول لي كورس صغير وحلو قوي، والاسعار ممكن تبقى اقل من 100 دولار، ونعرف نتكلم كويس، وهيبقى وكمان هيعلمنا امتحان الجنسيه الامريكيه.
فبكره يوم مهم جدا جدا في اسال مع امير. عايزاكم تكونوا معايا الساعه 4:30 بتوقيت كاليفورنيا والساعه 7:30 في توقيت نيويورك. لو انت عندك مثلا ابنك مش عايز يذاكر شويه او استراجل شويه في اي حاجه، هم عندهم برضو للاطفال من سن 4 سنين عندهم كورسات للاطفال، كورسات للكبار، فهم عندهم بروجرامز كتير، ناس منظمين وتيم حلو جدا جدا. فربنا يحافظ عليكم كده، وبكره تكونوا معانا، ودايما اشوفكم على خير، ودايما صلوا للبرنامج ونصلي لبعض، بحبكم كتير، ودايما انتظروا اسال مع ميرا. يسلم عليكم، باي باي.